فريق برنامج الثمرة كان له زيارة خاصة لمزارع الأبقار الحلابة التابعة لجمعية العاصمة التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية لصاحبها العمدة كارم بمحافظة الفيوم. شفنا المزرعة بتضم السلالات الهولشتاين الألماني، وسعة المزرعة الواحدة بتضم 500 راس حلاب، وكمان بتضم المحلب الإلكتروني SCR الشياع. وكمان في مزرعة الأبقار الحلابة شفنا نظام إلكتروني عن طريق تاج بيتلبس في رقبة البقرة وبيحدد حالة البقرة في الشياع. والطاقة الإنتاجية اليومية للمزرعة بتوصل لحوالي 8500 طن يومياً، وبتورد ألبانها إلى كبرى شركات الألبان ومنها جهينة وعبورلاند ورودس. المزرعة بتقدم كل لتر من الحليب الخام كامل الدسم طبيعي 100% عالي الجودة. وإنتاجية اللبن من سلالة أبقار الهولشتاين الألماني واللي بتتميز بالإنتاج العالي والمناعة الممتازة. الحاج كارم سعد صاحب أحد مزارع الأبقار النموذجية الحلاب بالفيوم، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. احنا النهاردة خلال جولتنا لفريق برنامج الثمرة شايفين نماذج محترمة للأبقار الهولشتاين والألماني هنا في المزرعة في الفيوم. قول لنا البداية كانت إزاي هنا؟ احنا بدأنا هنا من حوالي 7 سنين، بدأنا أول ب50 راس، وبفضل الله البنك الزراعي تعاون معانا ودخل عملنا جبنا قروض من البنك الزراعي. احنا استفدنا ازاي من البنك الزراعي المصري؟ البنك الزراعي المصري احنا كان في لقاء هنا في محافظه الفيوم، السيد المحافظ كان موجود والباشمهندس علاء فاروق، طبعا احنا قعدنا معاهم وقالوا اللي عايز اي قرض ب5% يتفضل يجي، بس كل ورقه يكون موجود معاه. طبعا جه عملوا معاينه مره واثنين وثلاثه واربعه، وفعلا بالفعل صرفنا، وفي تسهيلات جامده جدا وفي حاجات حلوه ب5% يعتبر فلوس سلف، وبيدوك تسهيلات كويسه، ولو عايز تاني بتجيب، بس يكون على ارض الواقع، يكون المشروع شغال على ارض الواقع. ففضل الله هنا ناس كويسه جدا، والبنك متعاقد يعني في تسهيلات جامده زي ما يعني شهر، يعني احنا قعدنا شهر بالظبط خدنا تسهيلاتنا كلها. تمام. انت واخد قروض من البنك الزراعي المصري قد ايه بقى؟ انا واخد قروض على 200 راس بس. تمام. والباقي احنا انتاج مزرعتنا وانتاجنا احنا هنا واولاد المزرعه. التعامل ازاي مع الموظفين في البنك وتسهيلاته؟ لا، تعامل كويس وناس محترمه جدا وناس متفاهمه. واحنا اخر لقاء معاك يا سيد محافظ قاعد موجود، احنا قلنا له احنا عايزين مخاطر اسيوط تترفع لانها كانت عامله لنا اعاقات كتيره. بالفعل هو راجل مشكورا، على تعليماته احنا سريحه الملفات دي ما تروحش اسيوط، تجي على البنك الرئيسي. السلالات هنا الموجوده هنا في المزرعه، مزرعتين هنا مزرعتين صح؟ ده هولشتاين الماني بتجي من المانيا. تمام. بكميه معينه احنا بنتفرج على الاول على البهائم، في امريكي في الماني في جميع السلالات هنا موجوده. ده اولاد الكميه اللي احنا اكتر كميه عندنا موجوده اولاد المزرعه. هنا في محلب صح في المزرعه؟ في محلب 24 نقطه. احنا بنورد لمين بقى؟ الشركات اللي جهينه. تمام. احنا توسعاتنا المرحله الجايه بقى ايه في المزارع هنا؟ بفضل الله احنا عندنا المزرعه الثانيه دي 11 فدان احنا شغالين فيها، وكنا شغالين فيها من فتره كبيره، وبفضل الله قفلناها خلاص برضو نفس الموضوع، ان فيها 24 نقطه المحلب شغال كله شغال مرخصه. طبعا احنا اولا بشكر السيد رئيس الجمهوريه لانه اعطانا ثغره من ضمن الثغرات اللي هي تقنين الاوضاع للناس المستثمرين والناس اللي هم اصحاب المزارع الكبيره، عشان ما نتهدرش، لان المزرعه صرفت اكتر من 40 مليون جنيه، المزرعه دخلت في 40 مليون جنيه مصاريف. طبعا احنا بنشكر السيد رئيس الجمهوريه والسيد وزير الزراعه والسيد نائب وزير الزراعه. تمام. لانه قننوا الوضع بتاعنا. احنا خلال جولتنا قبل اللقاء انت حضرتك قلت لي كان في مشكله، هي مشكلتي هنا كانت مشكلتي هنا مع زراعه الفيوم. طبعا انا رخصت عندي رخصه ب 5000 متر، دي اول رخصه، ثاني رخصه بحوالي عن 6000. جاء طبعا المزرعه لما انا دخلت في مشكله هنا عايزين نجدد وعايزين نعمل، ما كانش فيه يعني ايه حضرتك، ما كانش فيه استجابه الاول. تمام. فطبعا هو اخر لقاء للسيد رئيس الجمهوريه كان بيقول في اسيوط ان اي مزرعه قايمه على ارض الواقع وبتنتج وفيها عمال يتقنن وضعها. تمام. احنا بنعاني بس من حاجه هنا، ان هنا الزراعه بتاع الفيوم حضرتك مش بتعامل معانا خالص، كل يوم والتاني لا ازالات لا اعاقات، برغم ان احنا صرفنا على المزرعه 12 مليون جنيه اساسيات، دخلنا كهرباء، دخلنا ميه، دخلنا محلب، عملنا انتاج، كل المزرعه قايمه وقايمه من فتره كبيره، يعني التصوير الجوي جاب ان المزرعه قايمه من فتره كبيره، بس برغم عن كده قابلنا برضو اعاقات في الفيوم هنا،
فبنقول للسيد وزير الزراعه بص للفيوم، لان الفيوم بلد كويسه وعايزينها تنمو، والسيد رئيس الجمهوريه اتكلم مره واثنين على الفيوم. تمام، احنا عايزين بصه للفيوم، لان التاج الحيواني الفيوم هنا كان في سكرات الموت. الفيوم كانت في سكرات، مفيش انتاج حيوان خالص، ما كانش فيه انتاج حيوان هنا. فاحنا برضو عايزين دعم، دعم يساعدونا، دعم ان الزراعه تبص لينا، مزرعه قايمه، مفيش حاجه اسمها ازاله المزرعه. الرئيس ما قالش كده، الرئيس قال تقنين الاوضاع للناس دي. المشكله اتحلت ولا لسه؟ اولا احنا بنشكر الدكتور طارق سليمان، راجل محترم رئيس قطاع الانتاج الحيواني، حلينا المشكله بعد ما تعبنا، بعد ما تعبنا جامد، وبعد ما اتبهدلنا، بعد البهايم ما وقفت. حضرتك احنا كنا عندنا بهايم جايه من بره من المانيا، وقفنا البهايم 40 يوم عشان الرخصه بتاع الزراعه، برغم ما كنا مطلعينها قبل كده. فاحنا بنشوف، بنطالب بس بالسيد وزير الزراعه يعني يبص للفيوم وينبه على الفيوم، ويكلم كل وزاره، ويكلم الانتاج الحيواني، ويكلم سيادتك هنا الانتاج الحيواني ما يقصرش في حاجه. كل المشكله عندنا كانت حمايه الاراضي. حمايه الاراضي كل يوم بشكل بوضع كل يوم بحاجه. فاحنا بنعاني منها. الفيوم كلها بتعاني، مش انا بس. كل مزارع الفيوم بتعاني من الزراعه. الاستاذ احمد عبد المنصف المدير التنفيذي لمزارع الابقار الحلابه لجمعيه العاصمه بالفيوم، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ عز، نورت الفيوم ونورتنا. قول لنا بقى احنا بنتعامل ازاي مع الابقار هنا، والسلاله اللي هنا سلاله هولشتاين الماني. هولشتاين الماني بنتعامل معاها ازاي؟ احنا هنا المزرعه بتاعتنا، السلاله بتاعتنا هولشتاين الماني. احنا البقره بتحلب 3 مرات في اليوم. الانتاجيه بتاعت البقره قد ايه؟ في الشتاء معاك من 38 كيلو 40 كيلو، ده المتوسط بتاعك، وفي الصيف من 35 36، دي الانتاجيه بتاعتي. تمام. متوسط البقره في اليوم الانتاج. البقره بتاكل متراوح ما بين الصيف والشتاء ما بين 140 جنيه ل 160 بالنسبه لزياده العلف او قلت سلاله العلف. انتاجيه البقره بتقوم على شويه عناصر. اول حاجه احنا عندنا اثنين من الفرق، فريق تغذيه وفريق طبي. الاول زمان كان الشياع تاخد من البقره لبن لازم عن طريق الحته التناسليه، لازم البقره تناسليا كويسه جدا. فالاول كان في زياع زمان جدا، كان الشياع اليدوي مانوال بيبتاع عن طريق النظر. لا احنا النهارده هنحدثنا، وبقالنا 3 سنين مدخلين التكنولوجيا الحديثه، برنامج اسمه اس سي ار. ده عن طريق ان في تاج، هتلاقي البقره في عربيتها تاج، التاج ده بياخد وايرلس مع الانتله بتاعت المحلب، بيبدا في التالي يجيب للدكتور او الراجل فني الشياع على موبايل عنده الارم ان البقره دي فيها شياع. بالتالي انا كسبت ان البقره يوم زياده في العشار، ده يوفر لي لبن كتير جدا. انا عندي هنا ثلاث ورديات للحليب، 3 شفتات، بيكون الفرق بينهم الساعه 7 الصبح، الساعه 3 العصر، الساعه 11 بالليل. بيبدا البقر يخش المحلب بتاعه، بتحصل له عمليه النظافه بشكل كامل جدا للدرع بتاعه قبل ما يخش على الحليب، وبالتالي يخش على الحليب يكمل الحليب بتاعنا، يخش عندنا في الشيلر، وبالتالي بيخش التبريد التنكات بيخش تحت -3. دي قوه اللبن او درجه حراره اللبن ساعه التخزين. تبدا العربيه تحمل اللبن بتاعها وهي -3، توصل للشركه تسلم اللبن بتاعها للشركه، بتحلها بتبقى ممتازه. اخلال جولتنا باحد المزارع بتاعتكم، شايفين الابقار العشار، احنا كل هنا تلقيح صناعي صح؟ البقره تجيب انتاجيه لبن كويس لازم تكون تناسليا كويسه. تمام. ازاي تناسليا كويسه؟ اللي انا بلحقها فتره الشياع بتاعتي، ان البقره بتاخد الدوره بتاعتها، الدوره بتاعتها بتبقى عباره عن 9 شهور هي حاطه الجنين جواها، بيحلب منهم 7 شهور، 7 شهور البقره بتحلب، وبتقعد شهرين في الدراي، منهم شهر دراي وشهر ويتنج بجهزها للحليب. البقره دي لو ما حضرتش الدرع بتاعها كويس ونزلت الجنين بتاعها، البقره مش هتجيب لبن. تمام. يبقى انا خسرت البقره. فبالتالي بدانا نخش للنظام الحديث بتاعنا، بيجيب تاج للبقره، التاج ده بيكون سعره ما بين 1200 ل 1500 جنيه، بيخش في البقره، بيبقى فيه اشارات، الاشارات دي بتطلع من جسم البقره، بتترجم للانتله بتاعتنا اللي هي موجوده في المحلب. الانتله دي عن طريق الواي فاي، عن طريق جهاز الانترنت اللي موجود في المزرعه، متوصل بالجهاز مع تليفونات فن الشياع، الدكتور المسؤول بتاع المزرعه. ده يوميا بتتابع من خلال التاج؟ 24 ساعة. كل المزارع اللي هنا ولا في مزرعه معينه بس انتوا عاملين التاج هنا؟ هو النظام ده موجود في مصر حاليا، في مزارع قادره تجيبه وفي مزارع مش قادره. تمام. بس لان ده نظام مكلف، هو مكلف في الوقت الحالي، ولكن انا على المدى البعيد انا بكسب قطيع بتاعي. التاج يكلف كام؟ التاج حاليا سعره ما بين 1200 ل 1500 جنيه.